من هنا نتعب قلوبنا. شنو التعليقات ارتقاها ولا اطياف داج؟ أمانة عليك ربنا يسعد. ربنا يسعد. كده ايش لحد؟ ما يستاهلوش الدعاء. أنا بدعي لهم كده عشان ينزل عليهم اللي يبي يكتب حاجة وحشة تنزل عليه نجمة تشيل. أنا بدعي أنا حيل. هاي السيدة المصرية اسمها فاطمة مرودينا من كفر الشيخ. هي بتتسول على التيك توك، عندها لبس للشغل بتجيبه على التاب، بتجيبه على الداب بتحطه وبتشحد من الناس، ولما بتخلص فبتحمل حالها بتروح بتركب سيارتها المرسيدس مع فول ميك اب والمجوهرات تبعها وكذا الى اخره. هلا انا ما لي علاقه فيها ولا لي علاقه بهذا الموضوع. الشيء اللي بدي احكيه انه اذا الناس ما دعموها، هلا رح طلع لكم اياها وهي عم تحكي، فبتعمل اشارات باصابعها وايديها وبتتلفظ كلام بذيء جدا جدا. يعني لما امها عم تقول عم تدعي لهم للناس بتقول لهم لا تدعوا لحدا، يعني هالقد الانسان صار ما عنده كرامه وهالقد سوري منكم وقح يعني للاسف الشديد. المهم في القاضي أيمن محفوظ قدم فيها بلاغ، قدم فيها بلاغ، وهي ردا على هذا المحامي. لما في ناس كانوا يفوتوا بيعرفوا حقيقتها كانوا يفوتوا لعندها ويقولوا لها انه انت معك مصاري وليش عم تتسولي وكذا الى اخره، فكانت هي شو اسمه يعني ترد عليهم عن طريق المحامي، رفت عليهم قضاوي كثيرة. حتى آخر شيء إنه الدولة المصرية أو القضاء المصري أو هيك شيء إجوا قبضوا عليها بتهمة الإساءة للآداب العامة، مو لأنه عم تتسول، هي حرة. لكن فعلا في ألفاظ نحن هلأ أنا ما رح طلع كل شيء، من المعيب جدا طلع الكلام اللي عم تحكي وهيك، لكن استفزني هذا الموضوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء. عليك ربنا يسعد. ربنا يسعد. كده ايش لحد؟ ما يستاهلوش الدعاء. انا بدعي لهم كده عشان ينزل عليهم اللي يبي يكتب حاجه وحشه تنزل عليه نجمه تشيل. انا بدعي انا حيل. ادعي عليهم زي ما بيقولوا عليهم. انا بدعي عليهم بالحلوه اهو. انا ما نعرفهمش بس ربنا، وربنا هو اللي شاهد وكيل. قولوا يا رب. وهي في جنبك قلت الادب ما تربطيش. قولوا يا رب. ما انت ما تربطيش ولا اهلك ربطوش. انت بتوعدك بالورم كده اهو. اهلك ما ربطيش. متربيه ما انتش هتقول الكلمات. لو انت عندك حنينة وهتلاقيها قدامك حسنة كده هترقدي في شبر ضيق، والعين عين واحدة رايحة والتانية ببص بيها أشوف بيها الحاجة اللي ربنا يرضيني بيه. أنا بنت عندنا 10 عربيات، عندنا فيلا وعمارات يا بنت زي ما بيقول. أنت مال أمك أنت؟ تعالي اقعدي فيهم يلا. تعالي سلميني عجلة العربية وأنا أديك العربية بحالها. خدها حطيه كان يريحك في طيبة قلبك ولا حاجة، أصل أنا هبدأ أقول كلام قليل الأدب. ما تخلينيش ادعي عليك يا غالي، انا مقطع عراق. مد ايدي ليكوا بالحلال. اسكتي يا بنتي، اسكتي سيبيهم.